حيت شي وحدين يعتبروا هذا الاطار اطار الزيرو. لا خويا اطاري هذا الاطار، راه الناس راه جاهدات عليه، راه كاين اللي مشى من الشمال حتى للجنوب ومن الشرق حتى للغرب. هذا اطار ديال بصح وحنا غندافعوا عليه، واللي ما بغاش هذا الاطار ما يديش. صافي طالب ما يديش طالب. اطاري هند العلوي متصرفة تربوية مديرية مكناس، عضو المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين، اللي دعت لهذه الوقفة للاحتجاج على مضامين النظام الأساسي الذي لا يرقى كما يظهر لي لتطلعات المتصرفين التربويين خريجي المراكز، الذين يطالبون بالمجموعة من المطالب التي هي من حقهم وعلى رأسها التعويض على الإطار، تعويض تكميلي إسوة بباقي أطر المنظومة التعليمية. المدير أو الحارس العام أو الناظر أو الإخوان المتصرفين التربويين الذين يشتغلون بالمصالح وزارة التربية الوطنية سواء المديرية أو على المستوى المركزي يقومون بمجهودات جبارة وبمهام مثلهم مثل الموظفين وزارة التربية الوطنية، إلا أن الأطر الأخرى تتقاضى تعويضا تكميلي لكي يبقى معها حتى كتاخذ التقاعد، في حين أن المدير أو الحارس العام أو الناظر أو السيد اللي كيشتغل في المصالح ديال وزارة التربية الوطنية كيخدم بحال العطاش، اون فوا كياخذ التقاعد ديالو كتمشي له ذوك التعويضات على الأعباء وكترجع له الأجرة ديالو بدون تعويض تكميلي. بالإضافة إلى ذلك المتصرفين التربويين خريجي المراكز يطالبون بالحركية بين الأسلاك لأن ذلك يخولها لهم التكوين الذي تلقوه، كما نطالب بمدينا بدبلومات ومعادلتها بالمسطر وتلبية مطالب فوج سنتين الذين أمضوا سنتين، إذن هم يطالبون على الأقل باحتساب سنة تدريب كسنة أقدمية لكي يتمكنوا من المشاركة، لأن كان هناك حيف وإجحاف في حق هذا الفوج، كذلك فوج 2023، كذلك المزاولين لمهام إدارية. إذن هذه مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها الإطار، وفي الأخير الوزارة دايرة واحد الإطار مخرجة له التسمية بدون قوانين مؤطرة، بدون تشريعات، بدون نصوص قانونية اللي خاصها تأطر هذا الإطار وتعطي المتصرف التربوي خريج المراكز الجهوية الحق ديالو. الوزير بن موسى في ورطة. الوزير بن موسى يظهر من خلال الاستضافة التي استضافته الصحافة، يظهر أنه ليس له نظرة قريبة لمشاكل الشغيلة التعليمية والمنظومة ديال التعليمية التعلمية، إذن يجب المزيد من إشراك الناس اللي كاينين في الدومين، الناس الأساتذة الإداريين الآباء في الحوار باش هذه المنظومة التعليمية يمكننا نصلحوها إصلاح جدي وإصلاح فعال. أسماء الشقر متصرفة تربوية، عضو بالمكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين، جينا اليوم كنجسدوا الوقفة اللي دعت لها نقابة المتصرفين التربويين، وقفة أمام وزارة التربية الوطنية اليوم، ثم هناك وقفة أمام الموارد البشرية، مديرية الموارد البشرية غدا بحول الله. حنا جينا اليوم من أجل الاحتجاج عن مضامين النظام الأساسي الجديد، نظام كتدعي الوزارة أن فيها مجموعة من المزايا. كنجاوبوا الوزارة التربية الوطنية السيد الوزير المحترم، تنقولوا له بان الاطار المتصرف التربوي ما عنده حتى شي ميزه في هذا النظام الاساسي، علما اننا كنا كنديروا وقفات وكنديروا احتجاجات وكنطالبوا بواحد المطالب اللي هي مشروعه اللي خولها لنا القانون. حنا خريجين مسلك
خريجي المراكز الجهويه استفدنا من تكوين اساس لمده سنه، وكاين الفوج ديال 2020-2022 اللي استفدوا من سنتين ديال التكوين بدون ديبلوم بدون معادلتي بماستر كما كنطالبوا، كما ان في النظام الاساسي الجديد تم تقزيم هذا الاطار هذا بحصره في الاداره المدرسيه بدل الاداره التربويه. احنا راسلنا كنقابه وزاره التربيه الوطنيه الوطن بخصوص مجموعه من المطالب ديالنا المشروعه، راسلنا او قدمنا واحد الورقه تصوريه حول اطار متصرف تربوي. كنتفاجئوا ان الوزاره يعني ما استجبت حتى شي مطلب من هذه المطالب، ما استجبتش لتطلعات المتصرف التربوي اللي هو كيلعب واحد الدور كبير جدا في تنزيل اصلاحات الوزاره التربيه الوطنيه. كما اننا نطالب مجموعه من المطالب من بينها تعويض على الاطار كباقي الفئات. كنشوفوا ان الاطار عندما يتم تغييره من طرف الاساتذه كيكون عنده واحد التعويض تكميلي، اطار متصرف تربوي 0 درهم. كما اننا كنطالبوا حراسيه بالاسلاك، وكنطالبوا بتخويلنا يعني الاستفاده او تقلد اي منصب في وزاره التربيه الوطنيه كما وعدونا كمخرجات لهذا الاطار. كان قبل ما نسالي كنبغي نضامنوا حنا كنقابه متضامنين مع الشعب الفلسطيني المحصور في غزه في قطاع غزه، وكندينوا الهجمات الهمجيه اللي كيتعرضوا لها، كما اننا نعلن تضامننا المطلق مع مطالب الشغيله التعليميه بكل فئاتها. كمال بن عمر الكاتب العام الوطني لنقابه المتصرفين التربويين، نحضر اليوم من اجل تجسيد وقفه احتجاجيه ضد النظام الاساسي الذي جاء في صيغته الحاليه مخيبا لامال الشغيله التعليميه بصفه عامه والمتصرفين التربويين بصفه خاصه. هذه الوقفه تاتي اليوم في سياق يتسم بالاحتقان الذي تعرفه المنظومة التربوية نتيجة لهذا النظام الذي لم يأخذ بعين الاعتبار مطالب وحقوق الشغيلة التعليمية وبصفة عامة والمتصرفين التربويين بصفة خاصة. نؤكد اليوم على موقفنا الرافض لهذا النظام في صيغته الحالية، ونحتج وندافع عن ملفنا المطلبي، ونطالب المسؤول الأول الوطني عن هذا الورش ورش النظام الأساسي أن يعيد النظر فيه وأن يضمنه حقوقنا ومطالبنا التي دونناها في بياننا أو في بياناتنا، وكذلك في الورقة التصورية التي وضعناها في وزارة التربية الوطنية. على رأس هذه المطالب نطالب بإقرار تعويض تكميلي عن الإطار يعيد الاعتبار لهذه الفئة، كذلك نطالب بإعادة النظر في المهام التي حصرها هذا النظام الأساسي في المهام داخل المؤسسات التعليمية، كذلك نطالب بإقرار درجة جديدة للترقي ومعالجة أيضا ومراجعة عفوا نظام التعويض عن السكن لغير مسكنين، وكذلك مطالبة بمراجعة مسطرة الحركة الانتقالية لتشمل الحركة بالأسلاك التعليمية الثلاث وغيرها من المطالب التي هي موجودة في بياننا. خرجوا ما تنساوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى برتاجوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.